يا راكب اللي دعا بالخط ممشاه بمشيته غدو ثبت وفخمه، اما بالمواتر من تاهد وتعداه ولا بالمواتر من يقوم بمقامه، عيال هتلر من يصمم نداياه تصميم الاصحاب السمو والفخمه، هيتاه وصفي واجمال الوصف يزهاه ومعذور من هو بالمال ينسامه، بعد قرا ورده وجود حزامه، قد محدد اهداف الخريطه بيمناه من القصيم يا الحافر بالعلامه، وجه شمال ودافع الشوق وداه للابه اللي تستحق الزعامه، صغيرهم تقرا الكرم في محياه وكبيرهم تلقى الحكم في كلامه، عرض الخوي بالمال والعز والجاه يحفظ مقامه، وعدوهم يرجع ولا حصل منه اللي يختلط ضروده مع عسامه، هم الدوله يا مي كلا وطرياه مصنع زحول المرجله والقرامه، تكفى يا ابن عمي ما وصيك بوصاه بلغ تحيه الخوي واحترامه، تكفى يا ابن ومعذور من هو بالمال ينسامه، سوقه اللي من عال الطيب مرضاه من صلب حربه للوفا والشهامه، طيب راسه كل عذر تمناه لانه جمع ثنتين دين وكرامه، وقت العشاء صلى وسبح وسراه بعد قرا ورده وجود حزامه، قد محدد اهداف الخير يمناه من القصيم يا الحافر بالعلامة، وده شمال ودافع الشوق وداه للابه اللي تستحق الزعامة، صغيرهم تقرا الكرم في محياه وكبيرهم تلقى الحكم في كلامه، عرض الخوي بالمال والعز والجاه وعلى الوفا والطيب يحفظ مقامه، وعدوهم يرجع ولا حصل منه اللي اختلط ضروده مع عسامه، هم الدوله يا مي كلا وطرياه مصنع زحول المرجله والقرامه، تكفى وقبال الوصف يزهاه ومعذور من هو بالمال ينسامه، سوقه اللي من عال الطيب مرضاه من صلب حربه للوفا، ومن عمي باوصيك بوصاه بلغ تحيه الخوي تكفى يا ابن عمي بوصيك بوصاه بلغ تحية الخوي واحترامه، بلغ تحية الخوي واحترامه، بلغ تحية الخوي واحترامه، أبسم والفخامه، هيتاه وصفي واجمال الوصف يزهاه ومعذور من هو بالمال ينسامه، سوقه اللي من عال الطيب مرضاه من صلب الوفا والشهامة، طيب راسه كل عذر تمناه لانه جمع ثنتين دين وكرامه، وقت العشاء صلى وسبح وسراه بعد قرا ورده وجود حزامه، قد محدد اهداف الخريطه بيمناه من القصيم يا الحافر بالعلامه، وجه شمال ودافع الشوق وداه للابه اللي صغيرهم تقرا الكرم في محياه وكبيرهم تلقى الحكم في كلامه، عرض الخوي بالمال والعز
اكبر من يصمم مزايا تصميم الاصحاب السهم والفخامه انتهى وصفي واجمال الوصف يزهاه ومعذور من هو بالمال عين سماه سوقه اللي من عال الطيب مرضاه من صلب حربه للوفا والشهامه بعد قرا ورده وجود حزامه حدده داب الخير طه بيمناه من القصيم يا الحافر بالعلامه وده شمال ودافع الشوق وداه للابه اللي تستحق الزعامه صغيرهم تقرا الكرم في محياه وكبيرهم تلقى الحكم في كلامه عم الخوي بالمال والعز والجاه وعلى الوفا والطيب يحفظ مقامه وعدوهم يرجع ولا حصل منه اللي يخطر الضر وداها مع عسامه ضد ولا يومي كلا وطرياه مصنع زحول المرجله والقرامه تكفى يا ابن عمي باوصيك بوصاه بلغ تحيه الخوي واحترامه حدده داب الخير طه بيمناه من القصيم يا الحافر بالعلامه وجه شمال ودافع الشوق وداه للابه اللي تستحق الزعامه صغيرهم تقرا الكرم في محياه وكبيرهم تلقى الحكم في كلامه عض الخوي بالمال والعز والجاه وعلى الوفا والطيب يحفظ مقامه وعدوهم يرجع ولا حصل منه اللي يخطر الضر وداه مع عسامه هم الدولة يومي كلا وطرياه مصنع زحول المرجله والقرامه تكفى يا ابن عمي باوصيك بوصاه بلغ تحية الخوي واحترامه تكفى يا ابن عمي باوصيك بوصاه بلغ تحية الخوي سوقه اللي من عال الطيب مرضاه من صلابه اما بالمواتر من تهق وتعداه ولا بالمواتر من يقوم بمقامه اعلاله اكبر من يصمم مزاياه تصميم